متابع للأعمال التلفزية تتفرج فوزي في العادة في رمضان في السهرية تقعد تشوف أعمال ولا نتفرج بعد ما نجي من التراويح مباشرة نتفرج. بقى اليوم بدينا شوية حبيت نتفرج في 16 خطر ما يهمك العمل طبعا ايه؟ لكن بعد مشيت لطفي العبدلي الجاسوس نترش شوية فمتى مشيت شوية بعد كان يا مكانش لكن ما نجمش نوفق بيناتهم كل لأنه عندي عمل أصعب لك في الكوجينة اي عاون فوزي في الكوجينة شنو انا كل شيء 100% في الكوجينة شنو تقول لي انت بعد شكل فترة احنا في الصيف كما قلت في الصيف في السيم في رمضان نتقاسموا الادوار استاذ محمد ممتاز انا واولادي فهمت المرأة في الكوجينة نهار كامل الويدات يقضيوا معهم بعد يحطوا الطاولة يعاونوا بعد انا بعد شكل فترة مباشرة تقعد الروح الملكة في بلاصتها وانا نقوم بالدور الكل حتى بعد تقعد دار نظيفة كما سلمتها لي الصباح الله على اخلاقك سيد عقيد والله ميساج محليه ميساج مزيان من فنان ومش رمضان برك هذايا كل رمضان هكا حتى من بعد تقعد هي حتى القهوه حتى الحلو حتى ما تيسر دبو زم اللي كتب ما حاجه تغني حويجه في الدار دندن تقول لا مباشره بعد هذاك